يا اهلا وسهلا دكتور. اتفضل يا فندم. لو سمحت في السؤال كده، هل الانسان له اجلين ام اجل واحد؟ هل الإنسان له أجلين أم أجل واحد؟ ام اجل، حاضر. بمعنى ان لو شخص قتل، آه لو شخص قتل، لو لم يقتل، هل كان سيظل حيا؟ طيب حاضر، بشكرك يا أستاذ علي، شكرا جزيلا. هو أستاذ علي يسأل هل الإنسان له أجلين أم أجل واحد، وضرب مثال قال يعني لو واحد قتل فاللي قتله ده يعتبر يعني يقول لك إيه، أنت جبت أجله أو عجلت بأجله، فهو كان له أجل تاني لو لم يقتل، ولا هو الإنسان له أجل لا، واحد؟ كل إنسان له أجل واحد، أجل، نعم. فإذا جاء أجلهم لا لا يستأخرون ساعة يستأخرون ولا ساعة ولا يستقدمون. يستقدمون. خلاص، طيب، فيقول لك هنا القاتل، طب ما أنا يعني ده جاب أجله، وكلمة أجله معناها يعني إيه؟ نعم. يعني هو سبب في ذلك. أيوه. زورك فلان موت فلان، هو أه. موتش، الذي يحيي ويميت والله. الله عز وجل. يعني هل هذا الشيء يفعل غصبا عن الله؟ معاذ الله. إنما من الذي اكتسب الإثم بفعل الحرام؟ الذي قام بهذا الذي الفعل. قام، وما الذي اكتسب الأجر بفعل المباح أو الحلال نعم. أو الواجب؟ من فعله. نعم. فنهينا القصة، لا هو أجل واحد، ولكن معناه بس أجل يعني إيه؟ يعني جه زمن وخلاص انتهى، يعني جاءت ساعة وفاته. نعم. خلاص؟ فلكن من الذي تسبب في هذا الأمر؟ من قام بهذا الفعل. لكن أنا كده ماليش ذنب، ما ميت ميت، لا، وميت ميت أجله جاي هيموت في هذا الوقت. نعم. إنما بسبب من؟ بيدك. زي الحرامي، ربنا قدر له هذا المال سيأتيه، لكنه تعجله بالحرام، لو صبر لجاءه بالحلال، لأنه أيوة. مقدر له يجي بالحلال. تمام، جزاكم الله خيرا. طيب.